C'est juste des marques. Quand elle est tranquille, bien sûr, elle va te faire du travail. Ou elle est tranquille quand tu manges. Voilà, parce que comme tu fais bien. Tranquille, je vous tiens bien. Tranquille, ça me tombe. Ça me fait le choc au يعني اطروحات النص اطروحات النص هنا هي ان العلاقه مع الغير تاخذ شكل الجمال علاقه الحب وعلاقه العداء يعني علاقه الحب مع الشبيه وعلاقه العداء مع الغريب يعني كنخرج الاطروحه ديال النص كنقوم بشرحها يعني شو الشرح ديالها هنا سهل منهجيه النص جميع المنهجيات سهله ولكن هنا الشرح ديالها كيفاش نشرحها تنشرحها بالافكار الافكار الاساسيه يعني كنحاول نقول للمصحح يعني ها كيفاش افتتح صاحب النص النص ديالو ها فين مشى وها فين ختم يعني كنبين المنطق الحجاجي ديال النص يعني تنبين البناء ديال النص اذا انا كنكون خرجت اطروحه هكذا تنكتبها في بدايه العرض ثم يعني كاين شي صيغه بحال مثلا في اطار الجواب على الاشكالات السابقه يقدم النص اطروحه مضمونها تعطي اطروحه ديال النص كتشرحها يعني الشرح يعني كتعاود تقرا النص بلغتك الخاصه يعني كدير الافكار الاساسيه ولكن على شكل فقره يعني كتربط ما بيناتهم من بعد منها تتبرز يعني المفاهيم الاساسيه المفاهيم الأساسية اللي هي عندنا هنايا في النص عندنا الغير عندنا مثلا نقدروا نعرفوا المفهوم الغريب ولا الغرابة نقدروا نعرفوا الحب نقدروا نعرفوا مثلا العقل نقدروا نعرفوا مثلا الصداقة ولا العطف صداقة ثم العطف إلى آخره إذا شو هما المفاهيم اللي تنعرف هما المفاهيم اللي عندهم علاقة بالإشكال وبالمطروحة يعني غير العلاقة ثم ديك المفاهيم إذا هذه المفاهيم منين كنجيب التعريف؟ كنخرجوا غير من النص التعريف يقدر يكون مباشر احيانا كنلقاو شي نصوص فيها تعريف ديال الغير ولا تعريف ديال الشخص احيانا نقدر نخرج التعريف من يعني كيكون بشكل ضمني كنقرا النص مزيان تنفهم كنخرج التعريف ولا تنصيغ التعريف خاص يعني التعريف اطار النص سياق النص من بعد ما كنخرج التعريف كنبين العلاقه بينهما هذه مهمه يعني هذه العلاقه واش هي علاقه تكامل تناغم ولا هي علاقه مثلا تضاد والى اخره ثم من بعد ما كنبين العلاقه كنبرز الحجاج ديال النص حجاج النص يعني شنو هو الاساليب الحجاجيه اللي وضع في صاحب النص هنا الحجاج كنخرج واحد الاسلوب حجاجي كنبين الوظيفة ديالو في النص ما كيكفيش نخرجو يعني كنقول مثلا لتوضيح اطروحته استعان صاحب النص مثلا باسلوب حجاجي يعتمد بالدرجة الأولى على مقارنة حيث قارن بين كذا وكذا ليبرز ليوضح لينفي ليؤكد إلى آخره دونك تنبدل ولا تنبين الوظيفة ديال أي أسلوب حجاجي دونك من بعد الحجاج ديال النص كنبرز قيمة الأطروحة يعني أي أطروحة عندها قيمة هنا هاد لافالور ديال الأطروحة قيمة الأطروحة هي اللي كتعكس الفهم ديال التلميذ ولا الفهم ديال المتعلم كيفاش يعني مثلا ملي كنخرج هاد الأطروحة ديال النص اللي كتقول أن العلاقة مع الغير عندها وجهان اللي هما العداء والمحبة حسب طبيعة هذا الغير هنا تنبين شنو قيمتها شنو لا فالور ديال هذه المطروحة هذه إذا لا فالور يعني حتى شنو قيمتها قيمتها الفلسفية قيمتها الاجتماعية قيمتها الإنسانية حتى ما تلقى كيقول لنا هنا أن العلاقة مع
نغير مثلا هي خصها تكون علاقه صداقه. ليه؟ علاقه صداقه. القيمه ديال هذه الاطروحه هي مثلا ان هذه الاطروحه ركزت ولا اكدت على الموقف الايجابي مع الغير، بمعنى ان بناء مجتمع سليم وبناء مجتمع صحي يلزم ان تتاسس العلاقه مع الاخر من الناس او مع الغير، يجب ان تتاسس على اساس المحبه والصداقه والى اخره. اذا هذه قيمه الاطروحه. وثم كنبين زائد ابراز حدودها. هذه الحدود ديال الاطروحه بحال النص، بحال السؤال، بحال القوله. دائما انا كنفضل يكون شي سؤال يحرج الاطروحه. مثلا الاطروحه تركز عليه، تركز لنا على مثلا على ان العلاقه مع الغير هي علاقة مثلا صداقة، وهي علاقة غيرية، غيرية هي نقيض الأنانية. دونك سؤال يحرج الأطروحة، غادي نطرح واحد السؤال نقول: إذا كانت صح، إذا كان صاحب النص يرى أن العلاقة مع الغير هي علاقة، هي علاقة إيثار وعلاقة إكرام ذات وعلاقة غيرية، فبماذا نفسر وجود الصراع والحرب في الواقع؟ أو مثلا إذا كانت العلاقة مع الغير هي علاقة صداقة، فما هو التفسير الذي يمكن أن نقدمه للحروب التي طبعت تاريخ البشرية وللصراع الذي طبع تاريخ البشرية على نسبة؟ غادي نرجع هنا، غادي نمشي للمناقشة، المناقشة بمعنى هنا تناقش الأطروحة. يعني هنا تنفتح في المناقشة، أنفتح على الأطروحة النقيض. ملي كنقولوا الأطروحة النقيض بمعنى على أطروحة أخرى ولا مواقف فلسفية أخرى. يعني إذا كان صاحب النص يشوف أن العلاقة هي غرابة ومحبة، يعني أن الغريب تتأسس العلاقة معه على الإقصاء، فهل هذا تصور إيجابي؟ يعني العقل يقول يجب أن نحب الإنسان كإنسان بغض النظر هل هو ابن بيئتي، ابن ثقافتي، ابن ديني، ابن لوني أم، يعني العقل يتحدث عن الإنسان بالمطلق كمفهوم بغض النظر عن المحدودات الشخصية ديال الشخص. أنا كنفتح الطرق النقيض، غادي نحللها. يعني هذا السؤال اللي محرج هو اللي غادي نمشي نفتح عليه في الطرق النقيض. غادي نستحضر مواقف فلسفية أخرى، مثلا اللي هي نقدروا نقولوا عليها ترى أن العلاقة مع الغير مثلا يا إما هي صداقة يا إما هي غيرية يا إما يا إما يا إما. ثم نقدر هنا نشوف واحد المسألة، سواء في التحليل ولا في المناقشة، نقدر ندعم دائما التحليل ديالي، دائما الشرح ديالي نقدر ندعمه بأفكار، نقدر ندعمه بأمثلة، نقدر ندعمه بوجهات نظر من الواقع، من الفن، من الحياة بشكل عام. إذا عندكم واحد الهامش ديال الحرية في التحليل، إن الأهم عندنا هنايا هو نشوفوا الإبداع ونشوفوا التفكير ديال التلميذ في هذا الإشكال، لأن حنا هذه مواضيع ولا هذه الإشكالات راه واقعية. يعني حنا كنعيشوا في مجتمع، الوالدين ديالك هما غير، الأستاذ ديالك غير، جارك غير، إذا كيف خصها تتأسس العلاقة مع الغير؟ كيفاش كتشوفها أنت؟ واش الصراع مثلا إلى تصلنا للمطروحة اللي كتقول أن العلاقة مع الغير هي علاقة صراعية من أجل مثلا كذا وكذا وكذا، واش كتشوف أن ممكن نحقوا الغاية من الاجتماع البشري؟ واش ممكن نحقوا السعادة الإنسانية في ظل الصراع؟ واش ممكن نكونوا مرتاحين في ظل الصراع؟ أم أن العلاقة خاصها يتخللها نوع من الصداقة ونوع من التكامل إلى آخره؟ دونك قلنا المناقشة تناقش الأطروحة ديال النص، استحضار المواقف
تتبقى لنا الخاتمة. تتبقى لنا الخاتمة. بيان سور هاد الكلمة مكنكتبوهاش، كنخليوها لواحد الموقع. الخاتمة شنو تنديرو؟ الخاتمة تنديرو واحد تلخيص، خلاصة، وتركيب. بمعنى تنديرو واحد التركيب، هادشي كلو اللي استعملناه في العرض، يعني في التحليل والمناقشة، كنديرو له واحد الخلاصة بنفس الشكل، بنفس المنهج اللي صورت النص والمكونة ولا كذا، يعني المقدمة والخاتمة كنحطو كنطبقو الإشكالات في المقدمة. في الخاتمة كندير خلاصة، يعني أن الإشكالية مثلا جو حاصل القول ولا خلاصة القول ولا أخيرا ولا تستنتج أن إشكالية علاقة مع الغير، يعني شكل نقطة خلاف بين الفلاسفة، حيث رأى صاحب النص كذا ورأى الفيلسوف، يعني الفلاسفة اللي ناقشت فيهم كلهم ولا اللي استضفتهم ندير لهم واحد التلخيص، يعني واحد الكونكليزيون، واحد التركيب في الخاتمة، زائد الرأي الشخصي، يعني اللي كنقولوا الرأي الشخصي المدعم، بمعنى الرأي الشخصي المدعم بمعنى خصو يكون مبرر جسدي، إلا ما كانش مدعم فما عنده حتى شي، هذا الرأي ما عندوش قيمة نهائيا. إذن هذا هو قضية التوجيهات، أو هذا هو التصحيح ديال الامتحان الوطني الدورة العالمية للموسم 2021 في الفلسفة. مسألة بسيطة جدا، غير نفهمها هكا بشكل نظري، ونصيغ المقالة بلغتي الخاصة، نحاول نجنب مثلا ديك المنهجيات الجائزة، ولا إلا استخدمت ديك المنهجيات كهيكل، نحاول ما أمكن أنني نبدع، نحاول ما أمكن أنني غير نستحضر الخطوات ونصيغهم بطريقتي الخاصة، وبالتوفيق لكم جميعا إلى فرصة قادمة. Thank you.